فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من بريطانيا تقول إنها قد أسلمت، امرأة أسلمت وتخاف على نفسها إذا أعلنت إسلامها لأبيها، وتظن أنه سيضربها ويضر بها، هل لها أن تترك الحجاب وتخفي إسلامها؟ إذا كانت ما تستطيع التخلص من أبيها فلها أن تخفي إسلامها إلى أن تقدر على التخلص منه، أما إذا كانت تقدر على التخلص منه فإنها تعلن إسلامها وتفارق والدها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.